والله بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم حاجه. يعني الالعاب القوه من الالعاب اللي انا شخصيا بحبها، بس انا حاسس ان هي مش واخده حقها. العاب القوه، احنا في الالعاب البدنيه في مصر متفوقين جدا، والعاب القوه مفروض تحط مصر في خريطه تانية لو خدت بعض الاهتمام او الاهتمام الكبير اللي بيلاقوه بره اللعيبه اللي بره. احنا بنعمل سبوت او هايلايت على لعيبتنا، والنهارده في البدايه قبل ما نروح بقى ونتكلم عن كل المشاكل والصعوبات اللي بتقابل اللعبه دي، بنحب نرحب بلاعبنا، لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر للحواجز رامي سعيد. اهلا بيك. اهلا وسهلا، منورنا في قناه النادي الاهلي. نورك الله يخليك. وبنرحب باسراء محمد لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر في الوثب الطويل والثلاثي. اهلا بيك يا اسراء. اهلا وسهلا محمد، منوره قناه النادي الاهلي. انا قلت صح؟ طويل وثلاثي. طيب اسراء، خلينا نتكلم عن الاول اخر بطولات شاركتوا فيها، يعني قبل ما نروح بقى للصعوبات، مش عايزين ندخل الدنيا يعني في الصعوبات من اول الحلقه، بس اول بطوله اخر بطوله شاركتي فيها وترتيبك وارقامك. اخر بطوله شاركت فيها دوليه كانت البطوله العربيه، كانت في تونس. الحمد لله ربنا كرمني هناك وعملت اول وثب طويل واول وثب ثلاثي. كانت الماتش كان بالنسبه لي مهم جدا الصراحه، لان قبليها كنت انا عامله عمليه، وده يعتبر اول ماتش دولي ليا. عمليه ايه؟ اصابه ولا؟ اصابه، وكنت سامعه كان عندي كرحه في الانكل بتاع رجلي. صعب قوي. اصابه ملعب بس. فكان الكرحه دي بتيجي نتيجه بتلعب على الاصابه كتير. انا ما كنتش اعرف او ما كنتش حاسه بيها، جات لي زي مره واحده كده. فعلى ما بدات استوعب واشوف دكتور كويس واتابع والكلام ده، كان ده يعني الحمد لله قمت، كان ده اول ماتش دولي ليا، فكان فارق معايا جدا يعني. وان انت تفوزي بالارقام دي او تجيبي الارقام دي الحقيقه يعني تفوزي بارقام كويسه. انا ذات نفسي ما كنتش متوقعه الصراحه فعلا. طب مين اللي كان بينافسك قوي؟ كان معانا المنافسين، الدول كان معانا المغرب، المغرب والجزائر اكتر دولتين منافسين لينا. وتونس بدات يحققوا ارقام. هم الصراحه كويسين جدا يعني، الوثبين عندهم كويسين جدا. في شهر كام؟ معلش قولي. في شهر 6. 6 ده السنه دي. طب بس انت كنت قريبه جدا من التاهل لطوكيو، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المفروض كانت بطوله افريقيا كانت هتتلعب، واحنا المفروض كنا لما نشارك في بطوله افريقيا دي هنجمع بوينت بحيث ان احنا نتاهل للاولمبياد. يعني هي كانت المفروض تتلعب في نيجيريا. كانت المفروض تتلعب بالاول في الجزائر. في الجزائر. وبعد كده جت الجزائر اعتذرت، وجت نيجيريا قالت ان هي هتتبنى البطوله وهتعملها عندها. فضلوا فتره على ما الاجراءات اتعملت، اتنقلوا من الجزائر لنيجيريا، وبعد كده رجعوا قالوا اعتذروا هم كمان عن البطوله، فالبطوله اتلعبت. لعلمك ده نفس اللي تعرض ليه هبه عبد الرحمن. نفس تعرض له برضه، وفضل عايش على البطوله، عايش على البطوله، ما اتعملت بطوله في مصر. واتعملت بطوله ملتقى في مصر واعتمد منها واتاهل منها. بس قصدي اقول لك يعني ده اكيد سبق بالاحباط، انت اكيد كنت محبطه جدا. اكيد يعني اتمرنتي، اكيد استعديتي للجزائر، اكيد قالوا لك نيجيريا، فكلها بتستعدي وبتتمرني على هدف، وفجاه الهدف تبخر، مش موجود، فاكيد كان في احباط. اكيد هيبقى في احباط يعني، لان احنا يعني بدانا الموسم، يعني انا لما لقيت نفسي نطيت كويس في البطوله العربيه قلت دي بدايه مبشره ان احنا نقدر نكمل عليها، بحيث ان احنا نعمل رقم كويس برضو في افريقيا. كل شويه البطوله تتاجل. طب ما فيش اخبار عن البطوله هتتلعب امتى، ولا اذا كانت هتتلعب ولا لا، بس وفي الاخر قالوا ان هي مش هتلعب. خلي بالك بطوله عربيه بتبقى بقوه البطوله الافريقيه، انا رايي كده. ما هي الدول المقاربه. بيبقى في مثلا ممكن دولتين ثلاثه هما بقى اللي هما افريقيا. دول اللي مش بيبقوا مشاركين. طب انت لما شفتي طوكيو، ارقام اللي اتحققت في طوكيو او اللي خدوا ميداليات في طوكيو بعيده عن ارقامك؟ لا مش بعيده يعني، انا لو كنت رحت كنت ممكن اطلع من اول 8 مثلا. ما شاء الله، يعني انت لو حققتي ارقامك العاديه، الارقام العاديه اللي انا بيها دلوقتي دي، يعني من غير الامكانيات ومن غير المعسكرات والكلام ده كله، ممكن ابقى من اول 8. طب يلا اشرح، شدي حيلك ان شاء الله. شدي حيلك بقى، عندنا هنغمض ونفتح. باريس 2024، احنا اعتبر نفسك في 2022 خلاص، احنا في اكتوبر يعني، احنا اعتبر كمان في نوفمبر. فخلاص انت مفيش همسه وهتبقي في 2022، فخلاص هي كلها سنتين، اقل من سنتين، وهنقول يلا بينا على ان شاء الله بامر الله. خلي التارجت معاكي واحنا في ظهرك ان شاء الله باذن الله.